في ظل شح المياه العذبة المتنامي الذي يعاني منه ربع سكان العالم، ثمة مساعٍ مبتكرة للحصول على الماء من الهواء. إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية في ولاية أريزونا تستغل طاقة الشمس لإنتاج مياه قابلة للشرب بهدف توفيرها لملايين البشر الذين يعانون من ندرة المياه. الشركة الأمريكية تستخدم لوحة تعمل بالطاقة الشمسية يطلق عليها بحيرات الهواء، تحتوي على مادة تمتص الماء من الهواء عبر تسخين الهواء داخل اللوحات ثم تحويل بخاره إلى ماء سائل، وبعد ذلك يجمع الماء في خزان ثم تضاف إليه عناصر الكالسيوم والمغنيسيوم. نأخذ ضوء الشمس والهواء وننتج الماء النقي، يتم بعد ذلك إضافة المعادن وتخزين الماء وتوصيله بأي كميات يحتاجها المنزل أو المدرسة أو الفندق أو المجتمع بأكمله. ويمكن لكل لوحة شمسية على حدة إنتاج ما يصل إلى 300 زجاجة مياه شهريا، كما أن بإمكانها العمل في الأجواء الجافة منخفضة الرطوبة. وتمتلك الشركة حاليا 4 منشآت في الولايات المتحدة وأستراليا والإمارات. ويقدر العلماء كميات المياه المعلقة في الهواء في صورة رطوبة بخمسة أمثال مياه بحيرة فيكتوريا الأضخم في إفريقيا.